عبر روتانا خليجية. يا هلا وغلا فيكم مشاهدينا في عربود، ونبدأ حلقة اليوم مع أهم العناوين. إيش هو عنوان الفيلم الذي تصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا؟ هل تعرت منى زكي؟ هل صحيح أن وان دايركشن هو الفريق الأكثر تأثيراً عبر تويتر في بريطانيا؟ السلطانة خديجة احتفلت بعيد ميلادها 35، بس مع من؟ إيش معنى كلمة موديلايزرز؟ بسمة وهبي احتفلت بشفائها من السرطان. شارك فيلم همس المدن للمخرج والمنتج قاسم عيد في مهرجان أبوظبي السينمائي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية. عن إيش يتكلم هذا الفيلم؟ لنتابع. شهدت مدينة أبوظبي مؤخرا فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أبوظبي السينمائي الدولي بقصر الإمارات، والذي أقيم تحت شعار لنحتفل بالسينما، وكان عددا كبيرا من نجوم الفن والصحافة في العالم العربي في مقدمة حضور حفل افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان. المنتج والمخرج السينمائي قاسم عبد عرض فيلمه الجديد همس المدن ضمن عروض المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية في مهرجان أبوظبي السينمائي. عن فيلمه الجديد يقول قاسم عبد: الفيلم يتكون من 3 قصص وثائقية منفصلة ومتداخلة حسيا وبصريا. صورت خلال 10 سنوات الماضية في 3 مدن في الشرق الأوسط، رام الله في الضفة الغربية، أربيل في كردستان العراق، ومدينة بغداد. وهذه القصص لا تحوي أي كلام أو حوار مباشر، وإنما تعتمد على عناصر اللغة السينمائية كوسيلة لإيصال الأفكار والمشاعر والتعبير عن الوضع الإنساني بمستوياته المختلفة العاطفية الروحية والسياسية والفكرية. شوفي، هي يعني ربما جت بشكل تلقائي وليس بشكل منظم، يعني وليس بشكل انه انا اختاريتها، وانما هي المدن كان بها اشياء اثارتني. شفت بهذه المدن شيء ديناميكي، شيء اوريجينال، وكنت يعني حاب انه انا اخليه على الشاشه، يعني اعرضه على الشاشه، انه من 3 قصص، هو 3 قصص في 3 مدن مختلفه، هي اربيل ورام الله وبغداد. وهذه القصص مرتبطة يعني فكريا وحسيا، حسيا وبصريا مرتبطة مع بعض. تشوفين من ناحية انه هن الثلاث، يعني طريقة التصوير بينهن، هن الثلاث مدن بستايل واحد. بهذه المدن شفت اكو شيء يعني علاقة، وكأنه بيني وبين هاي المدن، بين داخلي انا كقاسم وبين الحياة اللي موجودة بالشارع امامي، واللي هي مسرح يومي، كل يوم تتغير بشكل، كل يوم أكفت شيء جديد، كل يوم أكفت شيء مثير. فيعني صار عندي إحساس أنه هذا، يعني بهالوقت أنا لازم أخلي الكاميرا أنه أسجل ما أشوفه. الأربيل كان على فترة زمنية طويلة لما راجع العراق، وإذا فجأة العراق أمامي، لا يعني رغم أنه بشمال العراق يعني أكراد، بس هم عراقيين أمامي، بإيقاعهم، بتفاصيل حياتهم، يعني فمن شفت بالنسبة لي كان منظر ساحر. أنا أشوف خاصة من الصبح بعد المطر، وتشوفين أنه الشمس تبدأ وريحة الرطوبة، إذا تشوفين بالجو، وإذا تشوفين العمال يدفعون العربات يروحون للأسواق، الأطفال يجون لابسين القمصان البيض إلى المدرسة، الباعة المتجولين قرب المدرسة، حسيت وكأنه أنا في بغداد بفترة كنت يعني شاب صغير، وهذه المدرسة وكأنه مدرستي، يعني رأسا نقلتني إلى عالم آخر تماما. فهذا الإحساس هو اللي خلاني أنه أبدي أنه هذا الإحساس ما راح يكرر، خليني أسجل سينمائية، خليني أستعمل الكاميرا. وغالبا أنه كل التصوير اللي أو 90% من التصوير هو هاند هيل مع كاميرا ميني دي في، يعني كل شغلي وعلى بعد مسافة. طبعا نصورين على بعد مسافة مع تليفوتو، يعني مع يعني عدسة مقربة. هاي بها إشكالية تسيطر على الوضوح من جانب، وإشكالية الصوت اللي أنا عانيت منه كلش كثير بعد خلال المونتاج، لأنه يعني أنا لا أستطيع أن أسجل صوت على بعد مثلا 100 متر،
تشوفين حدا بده يصير امان، لا يوجد ميكروفون بالعالم يقدر يلتقط الكلام والاصوات اللي، فهي واحده من الاشكاليات اللي كانت في مدينه رام الله. نفس الشيء انا كنت يعني صدف انه انا رحت لهناك في فتره الانتفاضه ما بين 2000 و2003، وكنت كان مهم انتنسف كورسز اسويها بجامعه بيرزيت مع معهد الاعلام في جامعه بيرزيت، سكنت في فندق امامي نفس الشيء، امامي موجود منتزه البلديه وتقاطع، في هذا التقاطع نفس الشيء أمينة اشوف انه من الصباح اصحاب العربات اللي يبيعون كعك، بعدين يجون اهل الجرايد، بعدين يجون الصباغين، بعد هاي الحياه استمرار هاي الحياه بهذا النمط. واذا فجاه يجي جيب اسرائيلي يعلن ممنوع التجول ويخلق حاله ممنوع التجول ويغلق كل المنافذ ويمنع كل واحد ان يصور. من حسن حظي انا كنت بالفندق بالطابق الثالث، اكو امامي زجاج من هذا المظلل اللي ما حد يقدر يشوفني. فكنت يعني تقريبا يعني جالس بشكل متقرفص هيك بهالشكل ودا اصور اللي دا يجري امامي. فيعتقدون شاف فلسطيني يجيبوه كما بالفيلم انه شادين ايده وشادين عيونه وياخذ جيب اسرائيلي. ويبدا المطر يغسل الارض ويغسل كل شيء وتبدا الحياه من جديد. الفكره انه هذه الروح اللي موجوده بهذه المدن، روح المقاومه والتحدي وروح الامل في انه اكو حياه. الممثلين فينشي فون وهيلي ستينفيلد في فيلم المشوق. ليوناردو دي كابريو يقدم فيلم للممثل الراحل جيمس دين، وجيسون بيتمان يحضر فيلم كوميدي من بطولته وإخراجه. فينس فون وهيلي ستينفيلد قد أعطيا الضوء الأخضر للبدء بفيلم الجريمة المشوق تيرم لايف. الممثل الكوميدي المبعد والوجه الجديد الصاعد سيبدأان التصوير في ربيع العام المقبل، والفيلم عن رجل مطارد من قبل العصابات. ليوناردو دي كابريو قدم العرض الأول لريبل ويذاوت كوز في متحف لوس أنجلوس للفنون. ليو وهو أحد المعجبين الشديدين بجيمس دين حل بالدقيقة الأخيرة مكان المخرج مارتن سكورسيزي الذي انشغل بتجهيز فيلمه الجديد The Wolf of Wall Street وهو من بطولة ليو أيضا. وأخيرا جيسون بيتمان سيمثل ويخرج الفيلم الكوميدي Family Funk. ستمثل إلى جانبه نيكول كيدمان في الفيلم الذي يحكي قصة زوج وزوجة يمارسان الفنون المسرحية. بمناسبة مرور 25 عام على إنشاء شركة الكيماويات البترولية، أقيم أوبرة غنائي استعراضي ضخم في منتجع الجميرة، حضره كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية الكويتية. الأوبرة شمل 4 لوحات استعراضية تخللها مشاهد تمثيلية قدمها جاسم النبهان ومحمد جابر وغيرهم، فيما كانت الأغاني بصوت بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل. يذكر أن الأوبرة من كلمات الشاعر مشعل المانع وإخراج براك الديكان. ديانا حداد عادت إلى أحضان شركة روتانا ووقعت عقد مدته 5 سنوات، فإيش هي تفاصيله؟ وقعت الفنانة ديانا حداد عقداً لإنتاج أعمالها الفنية المقبلة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ما يعلن عن شراكة فنية مقبلة سيتوجها مجموعة من الأعمال الغنائية والألبومات الصوتية والمصورة، فيما العقد يشمل إدارة أعمال وإنتاج ألبومات لمدة 5 سنوات. تم توقيع العقد بين الطرفين في مكاتب روتانا بدبي بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس الشركة، الذي أكد سعادته بانضمام ديانا حداد إلى عرين روتانا وتواجدها ضمن مشاريعها المقبلة التي سينجم عنها الكثير من النشاطات والأعمال.